كم عدد اللي شاهدوك وأخطيت في حقه؟ عيد ما سمعتك أبو. أن الأجر إذا سمحت على الإنسان يجيك أجر، كم عدد اللي سامحتهم أنت؟ كم الأجور اللي بتجيك؟ وكم من الأجر إذا أنت عفوت عن صاحبك إذا كان مخطي عليك؟ أضيف إلى ذلك فيه يقال يؤتى بقصر يوم القيامة فيقال، يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم لمن هذا، فيقولون هذا للنبيين والصديقين والشهداء، يقول هذا لمن يعفو عن صاحبه. فالهدف العفو منا، حنا عفونا عن الآخرين، من سبنا وتكلم فينا عفونا عنه. قل لو جئتم ولي قريب عليكم. صحيح مباحين، والله يجزاه خير يا أبو محمد. نعم، هذه من الأشياء طال عمرك اللي يجي بالإنسان طال عمرك. كذلك حنا نبغى المشاهدين واللي في القرية واللي عاشرناهم وجونا ضيوف يسامحونا. والله احنا ممكن نسامح عن نفسي، كلنا نقول كلنا يسامحني من تكلمت عليها وهجمت هجوم صاروخي او هجوم قوي، ترى قول اسامحوني حللوني، ما ندرى يعني هل نكمل اليوم ولا ما نكمل. ابراهيم طيب اقول اللي اهدونا يعني تو في المجلس نقول لهم شكرا جزيلا. الدخيل شيخ العسل قدامي طيب، يعني الفندق بعد خلطة الجنوب، راعي الحلال الله يبارك له، راعي الحليب الله يبارك لكم جميعا، واللي نسيناهم لا يأخذون. ولا ننسى شيخ المندي اللي والسنادي وكلهم. شيخ المندي هذا الصلاه والسلام يعني في المسجد الله يطعمه، فقال لمن حوله يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وفي اليوم الثاني قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، وفي المجلس الثالث قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فإذا في الرواية لأنه يدخل علينا رجل ذو لحية تقطر لحيته ماء من أثر الوضوء نعليه في يديه، فيقول فعرفت هذا الرجل ثلاثة أيام، يقول رسول الله يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يقول فتبعته فقلت فدخلت معه فبت معه الليلة الأولى، فلم أجد عنده من أثر قيام أو صلاة تعبد أكثر من اللازم. وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ثم أخبرته، قلت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة في اليوم الأول ودخلت أنت، وفي اليوم الثاني ودخلت أنت، وفي اليوم الثالث، فأحببت أن أعرف ماذا تعمل، فقال إني لا أبيت وفي قلبي شيء على أحد. فأنا أقول أنا مسموحين كلكم، لكن أبي منكم بعد أنتم تشاركوني تسامحوني. مسموحين الحاضرين ومسموحين المشاهدين. والقلوب والله أنها أبيض من اللبن حليف، ما في الحمد لله ولا جاي ما يغرس الصدور أو يورث البغضاء في القلوب. اي والله الحمد لله الحمد لله اللهم ان شاء الله انكم قدمتوا ماجه سعد. يا عم مين اقعد شكلك ابو سعد، بس هذا جبنا من كل منطقه افطر سم راح مبدع يا ابو وزع، جبنا من الشمال ومن الجنوب وصلنا الى فيفا والمنطقه الوسطى الشرقيه. ابو سيف انت ابو سعد غطى عن اهل الشرقيه. ابو سيف ابو سيف يا سلام ابو سعد ابو سيف ادينا نتيجه الروضه عليه يا رجال. شكرا يا عم مين ابو ابو سعد ابو محمد لا الغامدي بيعطيه حليب بس اسود يقولون في واحد مالك الحمد والشكر علام القلب يا سالم هذا باقي ابو عاطف يكون شارب ورف لان ابيض. اسمع سالم امامين انا مش سالم هلا هذا سالم هذا انك ورف لان ابيض وفلان محمد قال هذا عنده ابو توفيق سالم عشان دبي اسمع ابو توفيق يقول عنده اي ابو موفق ابو من ابو موفق ابو موفق يقول استطاع البرنامج خاصة بيت الحكمة سوف يترك فراغ عند كبار السن بالبيوت اللي يتابعون البرنامج خاصة هم في الفترة الصباحية. نعم عبد صار شبه جدول اليوم وجبة عبد يتابعون فانقطاع أقول سوف يترك فراغ عاد حاولوا تعوضونهم شيء. ما ينقطع الخير مدام فيها من البداية هو اللي دام شر.
موجودين الله يجعلهم ذخر. وإن كان يأتي أتى كلام من عدة أطراف من عدة أشخاص الطعم في بداية يا أخي خلنا فيها فيها مشاكل وفيها أخطاء، لكن يبقى العمل الصح صح، يعني ما في أحد ما يخطي. إحنا نتعبد الله سبحانه وتعالى، ما تخطي في صلاتك، ما تغلط في تزود في ركعة وتزود في، ما في أحد ما يخطي. المعصوم المعصوم اللي يقول معصوم هذا ما عنده حل. لا والله ما في الخطأ، واللي يدقق على الخطأ ترى هذا يعتبر من قوة مشاهدة ومتابعة القناة. هم قالوا وجود الخطأ دليل العمل، ترى اللي ما يعمل ما يمسك على الشيء. دليل العمل ناجح والانتقاد وارد في كل شيء. إيه لكن يعني ذي خطا ممكن اني اجي لابو محمد يقول ترى كذا، يعني بدل ما انشر إيه؟ ان شاء الله ما في انسان خالي من العيوب. على القناه بدايه تجعل مجلس اسمه مجلس الاعلامي، مو بالقناه لحالها، من يجي مجموعه من اشخاص يتقابلون ويطرح الحوار الخطا انك اخطيتوا في كذا. اما انه واحد مثل اللي يكتب في الحمامات الله يكرمكم تكرم سك الباب عليه ويكتب، اطلع للناس طيب وقل وش عندك، هم قصك على نفسك ابغى تكتب ابغى تتكلم تتكلم في تويتر وتتكلم ما باسم مستعار، اطلع ابرز للناس قل انا فلان واقول كذا صح ابو محمد واعترض على كذا محمد ولا هم من يسمع. يا جماعه الخير والله في كلمه مهمه واتوقع ان شاء الله انها مهمه، دائما اذا ذكرنا بدايه في كلمه انا ما احبها دائم ولا اعلق عليها، خلوني المره هذه اعلق عليها. نقول اخطاء، تسمعون الحين؟ ماكو. كل ما نتكلم عن بداية قلنا أخطاء. طيب إذا كانت قليلة لا تقولونها. إيه إذا كانت قليلة، وإن كانت كثيرة لا تجاملون قلوا ترى أخطاء كثيرة. نعم. لكن طال عمرك نحن نقول أخطاءها قليلة. طيب ما دامها قليلة ليش تذكر؟ طيب لا بقولك شيء، كل من يجي يتكلم عن بداية شلون بيدافع عنها واللي بيجتمع يقول أخطاء، حتى اللي بيدافعون. طيب ليه ما يذكرون محمدة؟ ليه ما يذكرون شيء من حسنها؟ بداية وكل قناة وكل مشروع ناجح لابد يكون فيه شيء بسيط من النقص، ما نقول الخطأ، ولكن نسينا الأوقاف، نسينا المشاريع الخيرية، نسينا المبادرات الاجتماعية، ونسينا اللي حصلت عن طريق هذه القناة إنها كيف أشغلت الناس بالخير وكيف تفاعلوا معها وكيف فتحت البيوت وكيف ونست الناس وحرمت. بس لذا يجي واحد يدافع عنها يقول أخطاء، كل ما يدافع يقول أخطاء. يا جماعة وين الأخطاء؟ وين الأخطاء؟ أقول حتى لذلك ما يهاجم أبو فزاع وكلامك على متمة، ما يهاجم شيء، هجمت الهيئة. بس أقول كلمة أخطاء، أسمع إيش هاجم الهيئة أبو فزاع؟ أسمع إيش يقول الرجال؟ الصواعق ما تنزل إلا على قمم الجبال. هذه حكمة بداية قمة. أغلب اللي ينتقدون بداية ما تابعوها، خذوها مني أنا، ما تابعوا، يعني ما وقف على البرنامج كامل، أخذ مقاطع بسيطة وبس. سمى أبو مهند أو سمى الرسالة الهادفة والإعلام المحافظ هذه بحلفاته، يعني هي الرسالة الأقوى، والأفكار اللي تطرح في البرنامج ترى أفكار مرة رائعة. وجود هالكوادر من يعني أبانا وأجدادنا والشباب وأمثالكم ممثلين للقناة، هذا بحد ذاته تواجد يعني للإعلام الهادف ودعم له، والدعم للأفكار اللي تنير المجتمع وتنير الأسر بأشياء كثيرة بإذن الله تعالى. هذا اللي أنا أتوقعه بإذن الله تعالى. ذكر المحاضرة. نعم. يقول يا الربع اسمع من المنطوق شيء يسرك وابعد عن الهرج الردي لا تحلاه. يا سلام. واللي يمر الناس لازم يمر من زين ولا شين لابد تلقاه. دنيا المظاهر انتبه لا تغرك، كم واحد مبلي وكم واحد تاه، وكم واحد في هرجته لك يسرك، وكم واحد هرجه قليل حلاياه. والصاحب اللي للمشاكل يجرك ابعد عن والصاحب اللي للمشاكل يجرك ابعد عن دروبه وخله الممشاه. ابعد عن دروبه وجنب ابعد عن دروبه ابعد عن دروبه وخله الممشاه، وجنب عن العالم بخيرك وشرك. خص السفيه ان ضايقك لا تحدى. يا سلام يا سلام يا سلام. وجنب عن العالم بخيرك وشرك. خص السفيه ان ضايقك لا تحدى. سلام. يا سلام طيب عزام انت مشاهي بس عاد ليش نجنب عن العالم بخير؟ لا نجنب عن العالم الخير. لا والله ما نجنب عنه الخير نعطيه. لا يعني يقول لا تدخل في مشاكل الاخرين، بس يقول جنب على العالم خيرك وشره. اذا لقيت للمشاكل هذا اللي يدور شو رايك فيها؟ خلاص للي يدور للمشاكل والله يروح حاله.
على كلامه زلت قلم سبقت قلم. لا 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 بس لا انت لا تفسير عيد البيت الله يجعل ابوك في الجنه انت كلامك يقول اترك السفيه بيات الامام الشافعي يقول خاطب السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. الله الله. في حديث اللي يقول من ترك المراء وهو يعني محق محق ومحق يعني هو مثل هذا يعني شوف يا اخي المراء يعني وهو محق ومع ذلك يعني طبعا البيت اللي قبله يفسر يا ابو حاتم ولا يهونون الربع لحظه بس نشرح البيت يقول والصاحب اللي للمشاكل يجرك ابعد عن دروبه وخله الممشاه وجنب عن العالم بخيرك وشرك اذا بيجي مشاكل بس حتى الخير يفسرونه على انه خطا هذا هو قصد الشاعر وجنب عن العالم بخيرك قصد اللي بنسوي ما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق خير ودرب واضح ما سلم من ابناء جلده تدري الدنيا تدري الدنيا هذه من اقرب الناس له الدنيا هذه ما سلم منها لا شخص واحد لكن هل نظر لهم ولا ما نظر لهم الابيات من ابو دخيل طيب نعطي ابو دخيل بس اقول الدنيا هذه سلم منها شخص واحد تدري من هو شخص واحد من هو اللي سلم من الدنيا هذه كلها الرسول الرسول ما سلم من الدنيا هذه الشخص اللي ما عاش فيها ما حد سلم اللي ما عاش فيها هو اللي سلم لكن كل من عاش مات هو صغير اللي ما عاش فيها هذا اللي سلم لكن كل من عاش فيها ما سلم العاقل والجاهل والملتزم والمطوع واللي ما مطوع والشاب والبنت ما سلم لكل ايش يقول الفندق يبو يلا ابو يا ابو تخيل ادينا هاته من الذي ما ساقه ومن له الحسنى فقط صح. هذا الشاعر يقول وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب تعدد المعايب مو بدليل أنها خربان ولا منتهي لكن هذا دليل أن نبل أن خطاياه معروفة ومعدودة لقلتها هذا اللي عندي وأنا أقول لكم جميعا يقول راسني بادل كل وفاء حب خش